سبع احلام لو حد فيكم شافهم بنسبة كبيرة جدا جدا يبقى مسحور. السلام عليكم، معاكم عمرو الراوي، الله محييكم يا غوالي. موضوع حلقتنا النهاردة عن الرؤى والاحلام. اوعاكم تستهونوا بالاحلام، لانها من اكتر الاشياء اللي بتدل على ان الانسان مسحور او غير مسحور. والدليل على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما اتسحر معرفش بانه مسحور غير عن طريق الحلم والرؤية اللي جات له. اوعاكم ثم اوعاكم ان تجيلكم رؤية من عند ربنا وتستهينوا بها، لان في رؤى من عند ربنا تبشيرية ودي بتبقى حاجة جميلة، وفي رؤى تانية بتبقى تحذيرية ودي حاجة ربنا قاصد انه يحذركم منها. وقبل ما نقول لكم على السبع رؤى او السبع احلام اللي لو حد فيكم حلمهم يبقى بنسبة كبيرة جدا جدا مسحور، اتمنى انكم تعملوا اشتراك للقناة، لان الحلقة دي من اكتر الحلقات اللي انا تعبت فيها وبوعدكم بالافادة. وخلوا بالكم عشان في سلسلة خاصة بالموضوع ده بالذات. اول رؤية معانا او اول حلم وهو رؤية المقابر، او رؤية انك ماشي في المقابر، او رؤية انك بتعمل اي حاجة داخل المقابر. دي من اكتر الرؤى اللي بتدل ان الانسان اللي شاف نفسه في المقابر او ما الى ذلك بانه مسحور. الرؤية التانية او الحلم التاني انك تشوف نفسك داخل خرابات او داخل مغارة او داخل بيت مهجور او داخل اماكن مخيفة، وتشوف الحلم ده بطريقة مستمرة بنسبة كبيرة انت مسحور. الرؤية الثالثة، وخلوا بالكم الرؤية دي من ادق الرؤى اللي بتدل على ان الشخص مسحور، انك تشوف شخص سواء تعرفه او ما تعرفوش بيقولك انك مسحور وبيقولك مين اللي عملك السحر ده. الرؤية رقم 4، انك تشوف دم او نجاسات، يعني مثلا دم على عتبة بيتك زي ما تشوف دم في شقتك وما الى ذلك بيدل على انك مسحور. وبرضو للست انها تشوف دم حيضها، او ان الست او الراجل يشوف انه بيشرب دم فده بيدل انه مسحور. الرؤية الخامسة، انك تشوف نفسك انك بتربط رباط او بتفك عقدة، او انك تشوف شخص مكتفك، ده برضو بيدل انك مسحور. الرؤية رقم 6، انك تشوف نفسك تايه في مكان، سواء المكان ده انت تعرفه او ما تعرفوش، لكن احساسك اثناء الحلم انك تايه في المكان ده. الرؤية السابعة والاخيرة، في خمس حيوانات لو شفتهم في الحلم تأكد بانك مسحور. اول حيوان بتشوفه وهو الثعبان، بس شرط انه يكون ثعبان اسود. ممكن حد يقول لي لو ثعبان لونه حاجة غير الاسود ده في الحلم بيدل ان موجود حواليك عدو. تاني حاجة انك لو شفت قط بس يكون قط اسود، والحلم ده لازم يكون بتشوفه باستمرار. تالت حاجة الكلب الاسود، انك تشوفه مثلا بيجري عليك او بيهجم عليك. رابع حاجة وركزوا فيها، الاسد بس بيكون اسد لونه اسود. خامس حاجة لو شفت القرد في حلمك انه بيهاجمك او بيهجم عليك او بيعمل اصوات غريبة. وخلوا بالكم من الاحلام دي بنسبة كبيرة لازم تتكرر. وبكده تكون خلصت حلقتنا، وما تنسوش تعملوا اشتراك للقناة وتبدوا تعليقكم، لان الحلقة ديت ليها سلسلة حلقات تانية مرتبطة بيها.